السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تطبيق الذكاء الصناعي لسه نازل، لو انت عايز تجربه ممكن تجربه في موقع اسمه كوهير. تمام، هسيب لك الرابط اسفل الفيديو، هتقول له انا عايز اجرب كوماند ار، فيفتح لك حاجة عاملة زي شات جي بي دي، تقدر ان انت تسأله اي سؤال انت عايزه. وليكن مثلا ما هي اسماء الدول العربية وعواصمها وعملتها؟ نجرب بس هل هو بيتعامل مع اللغة العربية ولا لأ. فبيبدأ ان هو يجاوب اهوت بالدول العربية ورتبهم اعتقد بالمساحة، لا مش بالمساحة اكيد، هو جابهم كده يعني. تمام، فقال لنا على 22 دولة. طيب ممكن تسأله بقى اي سؤال، مثلا ما هي آخر تطورات الذكاء الاصطناعي؟ فبيبدأ ان هو يدينا المعلومات زي ما انت شايف. الميزة ان انت تقدر تجربه ببلاش وزي الفل. الموقع برضو فيه نوع تاني من انواع الذكاء الاصطناعي اللي هو كورال، برضو نفس الفكرة، ممكن تختار أي سؤال. تمام، وفي إمكانية إن أنت تعمل أناليسيس للفايل معين، ترفع له ملف وتبدأ إن أنت تناقشه فيه. طيب خلينا نقول له مثلا، نديله السؤال كده. الميزة إن هما بيدعموا اللغة العربية ومفتوح تماما، ما بيقولكش عايز فلوس ولا حاجة خالص، فيستاهل التجربة إن شاء الله.